طير بكندا هواني. هاي صغارياتي ذاك اخواتي يريدون يحطون. يعني كل اشعل زاجل يسوى له 100 دولار بدون فك طبعا على الجمال والدلال. هذول فرخات عمر 3 شهور يعني بالعراقي شادات بس ينهزمن هذوك اخواتن. عافية عاشور الحجي حياتنا. بعد اني كان المهزومات جني هسه ها لاني اول ما طلع يعني يطير انقسم قبل بين ما يطلع عن هواية طيور وفتحة صغيرة مسوي لي مال خروج. عافية يطير بعد يونسن جو بدا يحلب كندا دا يصير على برودة شوية يخبل. بدي اصور الحطة مالي بس يطولن بالحطة شلون يحطون عباك حمر مال العراق. اخرتك بيهم بعشرين دولار اخرتك وما عندي كلهم زينات الحمد لله والشكر. خبز وبصل خبز وبصل هلا هلا هنا هذا النيج خواتشن. ما دا لحق على الاكل شقوني شق يعني الكبار 400 ودول بال 150 يصيرن ويا الفرخات الصغار يعني دمار. وما اريد ابيع رخيص هسه الطيور دا تنباع رخيص يعني ابو الخمسين ابيعها بعشرين والله لو اموت ما ابيعها لو اقدي. طبعا دولار ابو الخمسين دولار دين باع بعشرين وانا عندي ذولا بيهن الصادل الزوج مالن بمية مية وخمسين عندي بحمر وعندي بصفر وعندي شون الشعل بحمر هم ذولا الصادل بالزاجل هذا مسافات طويلة هم يعني مالاتي طيور معروفة سباقات. هذا اني لو بالعراق والله كلتك ب 500 ينباع 500 دولار مو 500 ألف. هلا 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 هذا هذا بصفر سادة البصفر هذا اللي يحط. هاي كان وجعان بين نيوكاسل وطيبته خل خل يا شباب ايش قد ما بيكم خل بالمي بس مو وايد ومن تسبحوهن ملح بالمي يعني هذا ولا ميت مرة ثانية يعني من كل يعني من كل 100 فرخة يمكن واحدة أو اثنين تموت عندي تتمرض وفد 20-30 أعالجهن. عافية هذا شنو كنا جطير لا حتى لو يجي طير وأنا أقدر ألزمه لازم أسوي لي طيارة مثل السوريين شبكة على البرج. وفيتامينات أعطيهم مال البشر طبعا المالتي فيتامين كل الزين لهن يعني مال الماي مالتهن يطلع اربع التوره كل اربع التوره ثلاث حبات فيتامين مال بلاس 50 يعني مال عمر فوق الخمسين يسويهن مثل الحديد يعني هاي اذا بالعراق يسووها للحمر والله فصل الاحمر يصير اربع ساعات. هلا هلا بلشن يحطن. عافية هلا هلا هاي تعلمتها هنا أنا طبعا اي دواء تريد تستعمل الطير بشري لا تطي حيواني ابد لان مفعول اقوى. هذا الصقر ضرب هنا اتيات الجوال منتظرهن كان وراهن ورا وانا بالعراق اكو زقوره خرب شرف كندا. نانا كل ثانيتين يجيك صقر هاي مال سموس مو مال صقوره باع خبلهن خطيه. باي اشور الحجي.